موضوع تاني كمان سيطر على أخبار السوشيال ميديا وهو تصريح الممثل القدير رشوان توفيق إن بنته آية وزوجها وابنهم رافعين قضية عليه في محاولة للسيطرة على ما يملك، وهو حالياً ما يملكش إلا تليفونه. وما تتخيلوش طبعاً كمية التفاعل والتعاطف اللي حصلت معاه من الناس وكمان الفنانين. شفنا منهم عمرو ياسين اللي كتب في بوست صورة بتجمعه معاه من كواليس نصيبي واسمتك، وإحنا طبعاً اتواصلنا مع عمرو اللي خص رشوان توفيق برسالة صوتية عبر تريندينج. الحقيقة أنا مش عاوز أربط ما بين وجود الفنان الكبير رشوان توفيق يعني ضمن مجموعة أبطال حكاية من حكايات نصيب واسمتك الموسم الرابع، وما بين المشكلة الشخصية اللي هو بيمر بيها في أسرته. يعني دي مسألة شخصية خاصة بيه، وإن شاء الله تتحل ومبقاش فيها مشكلة والأمور كلها تكون يعني تعود إلى مجاريها بسرعة إن شاء الله. لكن ما فيش يعني مش عايز أربط ما بين ده وده خالص، لأن أنا لما بنستعين بالفنان الكبير رشوان توفيق إحنا بنستعين بقيمة وقامة كبيرة جدا وطاقة فنية هائلة. أستاذ رشوان إضافة لأي عمل يكون موجود فيه، وهو الحمد لله وبفضل ربنا وربنا يديم عليه الصحة وطول العمر، هو قادر على العطاء وقادر على الإضافة. هو بيقدم معانا دور في منتهى الجمال، بيأديه بمنتهى الروعة والإبداع والحس العالي، لأنه هو موهبة غير عادية يعني. فوجوده معانا مش إن إحنا عايزين أستاذ رشوان علشان هو عنده مشكلة فإحنا بنحاول نخفف، لا، هو بيأدي دوره اللي المفروض هو بيؤديه طول عمره، ان هو فنان، والفنان طالما قادر على العطاء لابد ان احنا نستعين ونستفيد بوجوده وبعطائه ده. اما دنيا سمير غانم اللي كمان تفاعلت مع قصة رشوان توفيق وقالت انه زعل واثر عليها كثيرا، كمان اخبارها كانت فايرل للبعض مع نشاطاتها، فهي البارح شاركت مجموعة من الاطفال المصريين وغير المصريين في يوم تثقيفي احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للطفل وكونها هي سفيرة النوايا الحسنة لليونيسف في مصر. وقبلها على الصوري نشرت صوراتها مع زوجها رامي رضوان من رحلتهم في الفيوم، فالحمد لله على السلامة، شوي شوي إن شاء الله بترجع لحياتها الطبيعية. يعني الحقيقة حزنهم هي وأمي على أهلهم كتير كبير يعني، وكل شوي بيتذكرون. كمان إذا بتذكروا وقت تكريم الفنانة القديرة نيلي بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي اللي هنحكي عنه بعد شوي، شفناها تفاعلت مع الموضوع ونشرت صورة نيلي على إنستغرام، وفي تعليقها كتبت إنها ضحكت وبكيت لما نيلي قالت في كلمتها إنه أكتر حدا بيضحكها كان سمير غانم. أما كمان أمي من وقت وفاة والدها ما كانش طبعا ليها أي نشاط فني، وكمان في الويك اند كانت حديث الناس بالبوست المؤثر اللي نشرته على انستغرام تعليقا على صورتها. كانت الصوره فيها والدتها دلال عبد العزيز واختها دنيا، لما قالت انها لسه مش مستوعبه فراقها هي وباباها، ونصرتهم مع بعض وهم بيتألموا كانت طبعا لسه طالعه قدام عينيها. يعني اكيد زي ما قلت صبحي موضوع مش سهل ابدا عليهم، يعني احنا بنتكلم على فقدان اب وام في نفس الوقت، عمالقه من عمالقه الفن في الوطن العربي، فالموضوع ابدا مش سهل. صح.